قام الخزرجي وقال: يا أوس، تأبون إلا أن تعودوا إلى العداوة التي بيننا وبينكم بالجاهلية، والله ما لكم بذكرها حاجة، وإنكم لتعرفون لمن الغلبة في معركة معاذ، وإنكم لا تقدرون عليها، وقد محى الإسلام ذلك كله. فقام الأوسي وقال: لو كنت تعلم لمن كانت الغلبة يا خزرجي. وبدأت الفتنة تتصاعد بينهما بشكل كبير، والنبي بينهما، وبدأوا يصطفون للقتال في داخل مسجد النبي. الأنصار يقتتلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي على منبره. إنها فتنة من أعظم الفتن التي بدأت بوادرها تعصف بالمدينة المنورة. وفجأة خرج صوت سيف من وسط صفوف الخزرج وصوت صياح. السلام عليكم ورحمة الله. إلى ما شاهد الجزء الأول من هذه السلسلة اللي هي حادثة الإفك واتهام النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، بيقدر يرجع لهذه الحلقة في شاشة النهاية، لأن أحداث مهمة جدا في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش إلى المدينة، وكانت الصدمة عندما أخذ المسلمون بتنزيل الغنائم ويوزعون السبايا، إلا بمنادي ينادي: هودج عائشة، ما في أحد، عائشة مختفية. وقام الجيش كله يدور على عائشة، وبعد شوية من البحث إلا ببعير مقبل من بعيد، وإلا هو الصحابي صفوان ومعه عائشة رضي الله عنها. وصفوان يقود البعير، وهون الفرصة الذهبية للمنافقين في ضرب سمعة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن بعرضه. خلينا نسمع هذه القصة من عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة بالتفصيل ما حدث معها، اللي حصل لها بالضبط في الطريق. فقالت: لما نادى المنادي قمنا لقضاء حوائجنا، وأنا ذهبت لقضاء حاجتي، ولما عدت تفاجأت بأن قلادتي التي أهدتني إياها أمي قد وقعت مني، فذهبت أبحث عنها، وكنت أعتقد أن الجيش لن يتحرك حتى أعود، فلقيت القلادة في المكان الذي قضيت فيه حاجتي، فأخذت القلادة وعدت لمكان الجيش. ولكن عندما وصلت للمكان كانت الصدمة، فما وجدت جيش ولا هودج ولا شيء، ولم أجد لا داعي ولا مجيب. يعني أصبحت عائشة وحيدة في وسط الصحراء، والجيش كان مفكر إنه عائشة في الهودج. ولما رفع الجيش الهودج ما انتبهوا أن عائشة مش موجودة داخله، لأن عائشة كانت خفيفة الوزن، وكانت من عادة عائشة إنها ما بتتكلم هي بالهودج إلا إذا كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينتبهوا بأنها غير موجودة. وقالت بأن الله سبحانه وتعالى أنزل علي السكينة وبدأ النعاس، فاضطجعت وقلت بنفسي: لما يفتقدونني يرجعون لأخذي. وكان صفوان يعود بعد تحرك الجيش ليتفقد المكان، وهذه من عادات العرب، بعد تحرك الجيش يرجع أحد المقاتلين لتفقد المكان. فقال صفوان: لما تفقدت المكان رأيت سواد إنسان من بعيد في المكان الذي كان فيه الجيش، فاقتربت وإلا بعائشة رضي الله عنها. فصحيت عائشة على صوت صفوان وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت عائشة: فخمرت وجهي، ووالله ما كلمني بكلمة، فناخ بعيره وركبت عليه ولحقنا بالجيش، وقطعنا الطريق والصحراء إلى أن وصلنا إلى المدينة المنورة، ومرضت من تعب السفر. وكنت عندما أتعب وأمرض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف بي ويرحمني ويجلس عندي، ولكن هذه المرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير معي شويتين، مو بأسلوب اللي كان معي، وكان يدخل علينا ويسلم ويقول: كيف تلكم؟ يعني ما كان يذكر اسم عائشة رضي الله عنها، ويقول: كيف تلكم؟ وأنا ما أعلم إيش اللي بيصير، والنبي متغير معي، وأبي وإمي ما تغيروا معي ولا بشيء. فقالت عائشة: كنا عرب لا نعرف الوضوء بالبيت، يعني ما كان عندنا حمامات، وكنا نخرج لقضاء حاجتنا بين المغرب والعشاء، فذهبت ليلا ومعي امرأة اسمها أم مصطح، وكانت لابس الحاف طويل، فدعست على طرفي فطاحت على الأرض، ودعت على ولدها وقالت: تعس مصطح. فاستغربت وقلت: بئس ما قلت، أتدعين على رجل من أهل بدر؟ فقالت: أنت ما تدرين إيش قال ولدي عنك وإيش قال فيك.
قالت: وما قال؟ قالت: إن أهل المدينة يتكلمون في عرضك وفي شرفك ومجيئك أنت وصفوان بسبب شيء فعلتموه مع بعضكم. فطرحت في فراشي مريضة، واجتمع علي الحزن والمرض والوحدة، فما زلت أبكي ليلي ونهاري، وكنت مستنكرة سكوت أبي وإمي، كيف يخفون عني مثل هذا الكلام؟ ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تلكم؟ فقلت: السلام، إذن لي بالذهاب إلى بيت أبي وأمي. فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم واتجهت لبيت أبي، وأول ما دخلت قلت: غفر الله لكما، ذكر أهل المدينة ما ذكروا ولا تذكرونه لي، وبكيت تلك الليلة. وعبد الله بن سلول بدأ يتطاول على أم المؤمنين وينشر الإشاعات بكل مكان، وأذنابه يخوضون بعرض أم المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومكروب، وبدأ المنافقون القذف بالنبي في كل مكان. وكان هناك امرأة قريبة من عائشة اسمها بريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بريرة عن حال عائشة، وسألها يوما: يا بريرة، أي امرأة عائشة؟ فقالت: هي أطيب من طيب الذهب يا رسول الله، والله لا أعلم عنها إلا خيرا، وإذا كان غير ذلك ليخبرنك الله عز وجل بذلك. وذهب النبي وسأل عنها أم المؤمنين زينب، وكان بين زينب وعائشة غيرة، وسألها: يا زينب، ما علمت عن عائشة يا زينب؟ فقالت: حاشا سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. فاطمأن قلب النبي، ولكن عبد الله بن أبي ما وقف عن إشاعة الإشاعات ضد الرسول وعرضه، وأذنابه استمروا بنشر الإشاعات. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي، يقصد عبد الله بن أبي، ويقولون لرجل لا أعلم عنه إلا خيرا، ويقولون عليه غير الحق، يقصد صفوان رضي الله عنه. فوقف واحد من الأوس وقال: إن كان من الأوس نأتيك برأسه، وإن كان من إخواننا الخزرج مرنا بأمرك نأتيك به. فقام واحد من الخزرج ورد على الأوسي وقال: ولعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، وما قلت هذا الكلام إلا لأنه من الخزرج، ولو كان من الأوس ما قلت ذلك، ولكن في قلبك من العداوة التي كانت بيننا في الجاهلية. وكل هذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وكأن الشيطان دخل بين الصحابة. فقام الأوسي وقال: كذبت، ولنقتلنه وأنفك راغم، وإنك من المنافقين وتجادل عن المنافقين، ولو كان منا لقتلناه قبل أن يغادر النبي مكانه. وبدأ الأوس والخزرج ينفصلون عن بعضهم، وكل واحد ينحاز لجماعته، والرسول واقف بينهم. فقام الخزرجي وقال: يا أوس، تأبون إلا أن تعودوا إلى العداوة التي بيننا وبينكم بالجاهلية، والله ما لكم بذكرها حاجة، وإنكم لتعرفون لمن الغلبة في معركة معاذ، وإنكم لا تقدرون عليها، وقد محى الإسلام ذلك كله. فقام الأوسي وقال: لو كنت تعلم لمن كانت الغلبة يا خزرجي. وبدأت الفتنة تتصاعد بينهما بشكل كبير، والنبي بينهما، وبدأوا يصطفون للقتال في داخل مسجد النبي. الأنصار يقتتلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي على منبره. إنها فتنة من أعظم الفتن التي بدأت بوادرها تعصف بالمدينة المنورة. وفجأة خرج صوت سيف من وسط صفوف الخزرج، وصوت صياح.